ومع فرحة المصريين عبر العديد من الوزراء عن سعادتهم بفوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن اختيار مصر يحمل دلالات قوية لنجاح سياستنا الخارجية، حيث يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحملها لواء الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية. فيما قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن تنظيم البطولة الإفريقية يبعث برسالة إيجابية عن مصر وعن الأمن والأمان بها، ويعكس ثقة العالم في قدرة الدولة على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وهي فرصة تساهم في إلقاء الضوء على المدن المصرية التي ستقام بها مباريات البطولة.